في الجزائر الرئيس عبد المجيد تبون يعلن تشكيل لجنة لتعديل الدستور ويمنحها 3 أشهر لتقديم مقترحات للنقاش. وبعد 3 سنوات ونصف من التعثر البرلمان البريطاني يصوت على اتفاق بريكزيت. وأيضا وتشاهدون في بريطانيا الأمير هاري وزوجته يتخليان عن مهامهما الملكية الرئيسة. أهلا بكم مجددا في هذه النشرة الإخبارية، والبداية من الجزائر، حيث شكل الرئيس عبد المجيد تبون أمس لجنة لتعديل الدستور برئاسة الخبير في الأمم المتحدة أحمد العرابة، وتضم 17 عضوا. وذكرت الإذاعة الجزائرية أن اللجنة ستتولى تحليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسير مؤسسات الدولة، على أن تقدم إلى رئيس الجمهورية مقترحات وتوصيات بغرض تدعيم النظام الديمقراطي. وقال مكتب الرئيس في بيان إنه سيكون أمام اللجنة الدستورية الجديدة 3 أشهر لتقديم مقترحات للنقاش. قتل 8 لاجئين و3 جنود في اشتباكات مسلحة دارت بين جهاديين وجنود في شمال شرق نيجيريا، وتخللها تفجير انتحاري واحتراق مخيم للاجئين كما أفاد مسؤولون. وقال مصدر أمني إنه أثناء اشتباكات مسلحة دارت عصر الثلاثاء بين قوة عسكرية وعناصر مما يعرف بتنظيم الدولة، انفجرت سيارة مفخخة لدى مرور قافلة عسكرية. وافق البرلمان الإثيوبي على تشريع يهدف إلى الحد من امتلاك الأسلحة بعد تصاعد عنف عرقي إقليمي ألقي باللوم فيه على انتشار الأسلحة الصغيرة في أيدي المواطنين. ويعتقد أن انتشار الأسلحة الصغيرة تسبب في مقتل المئات في صراعات عرقية مختلفة على مدى العامين المنصرمين، والتي أدت لتشريد أكثر من 2.5 مليون شخص. وبموجب القانون الجديد، فإن من يرتكب انتهاكات فهو معرض للسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات. بعد 3 سنوات ونصف من التعثر، يتوقع أن يعطي النواب البريطانيون موافقتهم على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أواخر الشهر الجاري، ما سيفتح صفحة جديدة في العلاقات الصعبة بين المملكة والاتحاد. ويتوقع أن يمر نص الاتفاق الذي أبرمه جونسون مع دول الاتحاد في المجلس، ومن ثم يحال لتصديق مجلس اللوردات. لدينا الكثير من العمل أمامنا إذا أردنا تأمين شراكة جيدة طموحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، فالإطار الزمني مليء بالتحديات. سأتعامل مع هذا التفاوض بنفس النهج الموضوعي الهادئ والصبور، ومرة أخرى كما قلت سابقا، هناك ساعة جديدة تدق. تتواصل في فرنسا التعبئة للمحتجين لزيادة الضغط على الحكومة عبر إضرابات جديدة. دعت نقابات العمال من خلالها إلى شل الحركة في البلاد في مختلف القطاعات، وأهمها المواصلات، وذلك احتجاجا على مشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد والذي عرضته حكومة إدوارد فيليب. ودخلت الحركة الاحتجاجية ضد مشروع إصلاح أنظمة التقاعد في فرنسا يومها 36. اسمع، أنا محظوظة إذا صح التعبير، لأن معلمي طفلي ليسوا مدربين اليوم، لكن من ناحية أخرى لدي انطباع بأن عدد الأشخاص المدربين اليوم أكبر من المرة الأخيرة. نعم، أكبر مما كان عليه في نهاية عام 2019. أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تدريبات عسكرية بالقرب من القرم، شملت إطلاق الصاروخ كينجال الأسرع من الصوت. ونشرت روسيا أول صواريخها التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، ولها قدرات نووية في نهاية ديسمبر كانون الأول. في فنزويلا، أمر الرئيس نيكولاس مادورو بإجراء مناورات عسكرية في المدن الرئيسة في البلاد منتصف الشهر المقبل، أي بعد أقل من 5 أشهر من مناورات مماثلة أجراها الجيش على الحدود مع كولومبيا. وأضاف أن هذه المناورات ترمي لتحضير المشاركين فيها للدفاع عن المدن، معددا 5 من كبرى مدن البلاد ومنها العاصمة كاراكاس. سنجري التدريبات العسكرية الأولى لعام 2020، سنقوم ببعض التدريبات العسكرية الخاصة، سننشر نظام الأسلحة، سننشر القوى بأكملها، كل القوات المسلحة البوليفارية.
أعلنت الحكومة الانتقالية في بوليفيا أنها ستبدأ تحقيقات بالفساد تطال نحو 600 مسؤول من الإدارة السابقة، بينهم الرئيس الأسبق إيفو موراليس. وسيشمل التحقيق موراليس ونائبه ألفارو غارسيا ووزراء ونائبي وزراء ورؤساء حكومات ومسؤولين من الإدارة العامة. وطلب موراليس مع غارسيا ومسؤولين آخرين من الحكومة اللجوء إلى الخارج. زار دبلوماسيون أجانب الشطر الذي تحكمه الهند من إقليم كشمير للمرة الأولى منذ أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للإقليم في أغسطس آب، لكن بعض الدول الأوروبية ودولا أخرى رفضت تلبية الدعوة بعد رفض منحها إذنا بالسفر بشكل مستقل. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أن دبلوماسيين من 15 دولة بينها الولايات المتحدة يقومون بجولة تستمر يومين في هذا الإقليم. قرر القضاء اللبناني منع رجل الأعمال كارلوس غوسن من السفر وطلب ملفه من طوكيو بعد الاستماع إليه بشأن النشرة الحمراء الصادرة بحقه عن الإنتربول إثر فراره من اليابان في خطوة قال إنه أجبر عليها لأنه ما كان ليحصل على محاكمة عادلة. لبنان الغارق بأزماته الداخلية تعود للواجهة فيه قضية رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن الذي هرب من اليابان بعد توجيه لائحة اتهام ضده واتهامه باختلاسات مالية ومنعه من السفر، حيث قدمت اليابان مذكرة اعتقال بحقه من خلال الشرطة الدولية، الأمر الذي استدعى القضاء اللبناني إلى إصدار أمر منع سفر بحق غصن بعد استجوابه. يعني ما بقدر كمان الناس اللي ساعدوني أبرم ظهري طالما أنا برات اليابان، ما بقدر، لازم احترمهم. مش هيك ما عم بحكي، مش إنه ما عم بحكي لأنه عم خبي شيء، ما بحكي لأنه بدي دافع عن الناس اللي ساعدوني. وجاء استدعاء غصن حول ملفين خطيرين، أولهما بناء على طلب الانتربول الدولي، والثاني تقدم به عدد من المحامين اللبنانيين على خلفية زيارته لإسرائيل خلال عمله كرئيس شركة رينو اليابانية. بتحكي عن سفرتي على إسرائيل، أنا ما سافرت على إسرائيل كمواطن لبناني، أنا بس رحت على إسرائيل، رحت كمدير عام رينو على طلب إدارة عامة رينو، ورحت كفرنساوي ورحت بمحل كونترا بين رينو وشركة إسرائيلية مدعومة من الدولة الإسرائيلية مش نبيع عربيات على الكهرباء. جنبلاط سيد المواقف المتقلبة في لبنان غرد مستهزئا عبر تويتر أنه على الحكومة اللبنانية تعيين غصن وزيرا للطاقة في ظل دولة لا قانون في لبنان بدلا من اللصوص على حد قوله. وكرد فعل أولي على المؤتمر الصحفي الذي عقده غصن في بيروت، اتهمت وزيرة العدل اليابانية غصن بأنه يسعى لتبرير خروجه غير القانوني من اليابان بإشاعة مفهوم خاطئ عن النظام القضائي الياباني، وأنها ستحاول إيجاد وسيلة لاستعادته من لبنان للمحاكمة في اليابان. حول هذا الموضوع انضم إلينا المحلل السياسي سام أنتون عبر الخط الهاتفي من باريس. أهلا بك سيد سام. إذن قضية كارلوس غصن تتحول إلى قضية شد وجذب بين سياسيين لبنانيين، شاهدنا أيضا تصريحات لوليد جنبلاط يتهم كارلوس غصن بالفساد ويقول يجب تعيينه كوزير للطاقة، كيف تعلق على ذلك؟ مساء الخير وتحية لكل المشاهدين. وليد جنبلاط ما تكلم حرفيا انه كارلوس غصن هو فاسد، تكلم انه لازم يتعين وزير للطاقة لانه شخص كتير بيعرف يشتغل مظبوط، كان رئيس مجلس إدارة شركة عالمية ومشيها وخليها تصير تربح أموال طائلة، وإذا كان إذا صار وزير طاقة هالكهرباء اللي ما أنا موجودة بلبنان 30 سنة هو بيجيبها بسنة زمان. لا، إذا كارلوس غصن في شيء ضده بيجي قدام القضاء اللبناني وبيجوا كل المحامين اللي هن. نعم، لكن الآن يثار أمام القضاء اللبناني موضوعاً أو ملفاً، ملف الفساد والملف الذي تطالبه به اليابان، وأيضاً ملف آخر وهو زيارته إلى إسرائيل قبل سنوات. نعم، الملف الفساد
عاد خلي يجيبوا كل الأوراق ويفتحون، وإذا هو فاسد بحكمه، وإذا ما أنه فاسد لشو موقفينه سنة ونص باليابان وما بيحكموا؟ هيدا مش عدل، هيدا مش مضبوطة، هيدا حقوق الإنسان ما أنا موجودة. إذا هو فاسد عال خلي حكمه بالفساد. بالنسبة لزيارة إسرائيل، هو راح كرئيس مجلس إدارة شركة رينو، يعني إذا هو واحد بيكون رئيس مجلس إدارة وبتقله شركته بدك تروح على بغداد أو بدك تروح على الصين، مجبور يروح على الصين، ما في إلا لشركته أنا ما فيني يروح. نعم، على صعيد العلاقات اللبنانية اليابانية كارلوس غوسون، نعم. لكن كارلوس غوسون مطلوب للسلطات اليابانية، لبنان تمنع سفر غوسون الآن، إذن تمنحه ربما الحماية بهذا، ربما يؤثر على العلاقات اللبنانية اليابانية. لا ابدا، على اساس هي منعته، مش منعته، هي الانتربول لما بتبعت طلب انه نحن من الحق مع الانسان بهالوقت، هيدا اللي عم بيحققوا معه ممنوع يتحرك، هي الانتربول اللي منعته مش لبنان اللي منعه. نعم، اذا يعني هل نعم. هل يمكن تسليم السلطات اللبنانيه كارلوس غوسون للسلطات اليابانيه؟ لا ابدا، ليش بدها تسلمه؟ بدي خلي حكمه بلبنان او حكمه بفرنسا، ما في مشكله طالما ما بيحكموا باليابان، وهذا مش عدل، لانه الانسان له حق بعدل، او اول شغله بحقوق الانسان هي العداله، ما في عداله كان باليابان، مش مضبوطه هالشغله، لكن له حق يشوف مرته، ولكن له حق يحكي مع مرته. وصلت الفكرة سامة أنتون المحلل السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من باريس، شكرا جزيلا لك وأعتذر على ضيق الوقت. مشاهدينا، إليكم هذا الخبر العاجل. إذن البرلمان البريطاني يقر مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي أواخر الشهر الجاري. إذن قبل قليل صوت النواب البريطانيون على مشروع القانون هذا. وإلى أستراليا، حيث قدر خبراء نفوق نحو مليار حيوان بسبب حرائق الغابات في أستراليا منذ سبتمبر أيلول الماضي، ما يثير مخاوف من انقراض أنواع من الحيوانات بأكملها. وأشار الخبراء إلى نفوق العديد من الثدييات والطيور والزواحف بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك بسبب الحرائق المدمرة والتي اندلعت في غابات أستراليا مؤخرا، ويشمل ذلك ما يقرب من 8,000 من حيوانات الكوالا النادرة والتي يعتقد أنها احترقت حتى الموت على الساحل الشمالي لأستراليا. في حوالي الساعة 4 بعد ظهر هذا اليوم، مقاول خاص يعمل في مجال خدمة مكافحة الحرائق الريفية المحلية اصطدم بطريقة ما بالسد الذي خلفنا هنا، وتمكن من الهرب والسباحة إلى الشاطئ. استجابت خدمات الطوارئ ونقلته إلى المستشفى، والخبر السار هو أنه لم يصب بجروح خطرة في هذه المرحلة. وإلى الأخبار الاقتصادية. ارتفعت أسعار النفط نحو 1% أمس، لكنها منخفضة عن مستويات مرتفعة بلغتها في بداية محمومة لجلسة التداول، وعقب هجوم صاروخي شنته إيران على قوات أمريكية في العراق أثار شبح تصاعد الصراع واضطراب تدفقات الخام. على الأقل بالنسبة للسوق نتحدث عن زيادة بنسبة 20% في النفط، لأن هناك 30% من النفط تمر عبر مضيق هرمز. هذه ليست مسحة، فهي لن تثير شرارة الصراع الأمريكي الإيراني فحسب، بل ستشجع الجميع على الانضمام إلى هذا النزاع. مشروع السيل التركي، مشروع افتتحه الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في اسطنبول أمس لنقل غاز روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي التركية. فما أهمية المشروع الاستراتيجية للبلدين وما هو هذا المشروع في التقرير التالي؟ مشروع السيل التركي هو مشروع اقتصادي مشترك يعتبر تاريخيا في العلاقات بين تركيا وروسيا. يتكون المشروع من خطي أنابيب ناقلة للغاز الطبيعي الروسي عبر البحر الأسود لتركيا ودول شرق وجنوب أوروبا. بالنسبة للمستهلكين مثل الدول الأوروبية، من المهم أن تكون لديهم خيارات مختلفة لتلقي الغاز الطبيعي وبطرق مختلفة. أما بالنسبة لروسيا، فمن المهم أيضاً أن تكون لديها
طرق مختلفة للتصدير. تبلغ تكلفة المشروع ما يقارب 13 مليار دولار أمريكي، كما وتصل الطاقة المنقولة لنحو 31 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز، حيث توزع بين ما يقارب 16 مليار متر مكعب من الغاز لتركيا و15 مليار مكعب لباقي دول جنوب وشرق أوروبا. إنه مشروع استراتيجي للغاية، فمن خلال هذا المشروع ستكون روسيا قادرة على تجاوز أوكرانيا وتصدير الغاز الطبيعي عبر تركيا إلى أوروبا وإلى أسواقها الطبيعية. مشروع من شأنه أن يحول تركيا لمركز تجاري هام للغاز عبر أراضيها، غير أنه يوفر نصف احتياجاتها للغاز الطبيعي، كما وسيتم تجميع حصة التصدير الأوروبية في مخازن على الحدود التركية مع بلغاريا. أعلنت الصين أن نائب رئيس الوزراء ليو هي سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل للتوقيع على اتفاق المرحلة الأولى التجاري مع الولايات المتحدة، والهادف لخفض التصعيد في الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم. وسيطوي توقيع الاتفاق صفحة نزاع استمر نحو سنتين وهدد بخنق الاقتصاد العالمي، وتبادل خلاله الطرفان فرض رسوم جمركية على ما قيمته مئات مليارات الدولارات من السلع بينهما.